اوكي يعني شكرا، اشكرك عن زين. نبدأ إن شاء الله المحاضرة، نكملها، هي المحاضرة الثالثة. طبعا هي تكملة لمحاضرتنا البارحة. احنا وصلنا الى، طبعا اخذنا انتي ماركونيكوف رولز واخذنا ستيزيفس رولز، تمام. وعرفنا لازم احنا نميز بين كل وحده وحده، وين احتاج الستيزيفس وين احتاج الماركونيكوف. اوكي زين. بالنسبه هنا تكملت هاي المحاضره، راح ناخذ انتي ماركونيكوف رولز. يعني احنا شويه رفرش سريع نسوي. الماركونيكوف رولز هي فور اديشن اور فور اليمينيشن. من قاري من يتذكر؟ اديشن يعني احنا للاضافه عندنا قاعده. شو تقول الماركونيكوف؟ انه نضيف ذره الهيدروجين على ذره الغنيه بالهيدروجين، واي جزيئه اخرى او اي جروب مثلا الهيدروكسيل او او اس او 3 اتش او بي ار يعني اكس او يعني الى اخره من المجاميع نضيفها على ذره كربون الفقيره بالهيدروجين. هذه بالنسبه لقاعده ماركونيكوف. لكن اليوم انا راح اخذ انتي ماركونيكوف رولز عكس قاعده ماركونيكوف. هاي شو وقت تصير عندي هسه نجي نعرف فري راديكال اديشن اوف ذا، خلينا نفعل ال ثواني. نفعل البوينتر حتى زين. When HBr is added to an alkene، ويا يا طلاب لأن هي ساعة حتى لحق نخلص الالكين. When HBr is added to an alkene in the absence of peroxide is Oppay Markovnikov rules. يعني هنا الأنتي ماركونيكوف راح تكون بوجود البيروكسيد. هنا بهاي العبارة شو يقول لي؟ يقول لي إن ذا كانت absence of peroxide يعني بغياب البيروكسيد اللي هو البيروكسيد شنو H2O2، راح يكون it's Oppay Markovnikov rules يعني هو راح يتبع قاعدة ماركونيكوف. When HBr not HCl or HI react with unsymmetrical alkene in the presence of peroxide بوجود البيروكسيد compound containing the oxygen O group يعني أي مركب B oxygen or O groups HBr adds in the opposite direction to that directed by Markovnikov rules. يعني راح تكون الإضافة تماماً عكس قاعدة ماركونيكوف. يعني ماركونيكوف قلنا نضيف الـ H للغنية بالهيدروجين، هنا راح نضيف الـ H للفقيرة بالهيدروجين. هذا شو وقت بوجود البيروكسيد، أوكي، اللي هو H2O2. هاي في حالة إنه الـ HX اللي كان، إذا كان HBr يتفاعل ويا الألكين اللي هو unsymmetrical. طبعاً the product between bromine and HBr under this condition is one bromo propane and not two bromo propane. يعني اذا totally different عن قاعدة ماركونيكوف. فمثلا هذا المثال اللي امامنا، عندي بروبين وعندي اتش بي ار. فلو كان ما عندي البيروكسيد هنا، فهنا ايش راح اسوي؟ اذا ما موجود البيروكسيد راح تكون حسب قاعدة ماركونيكوف رولز، according ماركونيكوف رولز. لكن بوجود البيروكسيد على السهم هذا راح يقلب لي الموازين كلها. يعني الـ H1 راح تروح على الفقيرة والـ Br راح تروح على الغنية، فراح يطلع عندي الناتج الميجر برودكت هو 1 برومو بروبان وليس 2 برومو بروبان مثل ما كان يعني متعرف عليه بديش المحاضرة. فهذه according شنو؟ أنتي ماركونيكوف orientation. يعني هذه حتكون عكس قاعدة ماركونيكوف بسبب because its presence of peroxide. هذا البيروكسيد هو اللي قلب لي كل الموازين. نشوف من اللي يريد يدخل للمحاضرة، بس نشيك على السريع. زين نكمل.
انتي ماركونيكوف اديشن، طبعا هنا راح يوضح لي اياها، بيروكسايد كاتاليست اديشن اوف اتش بي ار اكرز ثرو فري راديكال اديشن. طبعا هنا الميكانيزم راح تكون حسب قاعده الفري راديكال، الجذور الحره، rather than a polar electrophilic addition. Also observed for the reaction between HBr and many different alkene. Not observed with HF or HCl or HI. يعني هنا هذا التفاعل خاص بال HBr. ما ممكن يصير ويا ال HF أو ال HCl أو ال HI. وأيضا أرجع وأكد إنه الميكانيزم هي راح تكون حسب الفري راديكال الجذور الحرة addition وبوجود البيروكسيد. Composition of alkene. The alkene are highly flammable and burn readily in air, forming carbon dioxide and water. طبعا احنا اي مادة هيدروكربون، اي مادة عضوية، من نجي نحرقها بالهواء الجوي، يعني احرق مثلا اي مادة، راح شنو النواتج؟ حتكون ثابتة هاي، يعني كل المركبات العضوية شو ينطيني؟ ينطيني كربون دايوكسيد CO2 و H2O. فمثلا for example إذا أحرق الأثيلين أو أحرق ميثان أو أحرق يعني سواء كان ألكان ألكين أو ألكين أو بنزين أو أي شيء من المركبات هذه، راح تكون نواتجها ثابتة، باختلاف إنه طبعا حسب عدد الذرات، لأنه تعتمد على يعني إيش قد عندي كربون وإيش قد عندي هيدروجين وكمية الأكسجين اللي يحتاجها بالحرق، فينطيني كربون دايوكسيد بلس H2O. هذا بالنسبة لحرق الألكين. نجي إلى تفاعلات الأكسيديشن. أكسيديشن reaction that form carbon oxygen bond. تفاعلات الأكسدة. أيضا نشيك نشوف أكو أحد يريد يدخل. زين. نكمل. إذا نجي على الأكسيديشن، أكسيديشن reaction of alkenes. عندي أنواع من الأكسيديشن اللي هي تكون epoxidation or hydroxidation or ozonolysis. Ozonolysis، أوكي، اللي هي تفاعلاتها مع الأوزون. نجي إلى epoxidation of alkenes. طبعاً epoxide oxarine a three-membered cyclic ether. طبعا هنا الالكين من ميزتها انه تتفاعل ويا البيروكسي اسيد. البيروكسي اسيد هي هاي صيغته، يعني شبيه بالكربوكسيليك اسيد، لكن الاختلاف الوحيد انه عنده زياده او. كربوكسيليك اسيد هو ار سي دبل بوند او او اتش، لكن البيروكسي اسيد جاي من البيروكسايد، فانه عنده زياده اكسجين وحده، فهاي الصيغه العامه للبيروكسي اسيد. طبعا الناتج بهذا الحاله من يتفاعل البيروكسي اسيد ويا الالكين راح يعطيني ايبوكسايد، الايبوكسايد او الاوكسارين. طبعا الايبوكسايد هي يستخدموها بال يعني مواد لاصقه، يستخدموها كصمغ، يعني كلش قويه تستخدم كمواد لاصقه. وطبعا الناتج العرضي ايضا يطلع لي الاسيد اللي هو الكربوكسيليك اسيد. اكزامبل اوف epoxidizing reagent. طبعا دائما اللي اني هو البيروكسي اسيد هو يعتبر as a epoxidizing reagent، يعني هو المحفز لهذا التفاعل. فقلنا الصيغه العامه هو الى RC double bond OOR، يشبه الكربوكسيليك اسيد لكن عنده زياده اكسجين وحده. فمن epoxidizing reagent هي peroxidic acetic acid. البيروكسي استيك اسيد اللي هو عباره عن قلنا عن استيك اسيد لكن زياده عنده اكسجين وحده، او بيروكسي بنزويك اسيد اللي هو شكله هذا الشكل، يكون باروماتيك رينج بنزين رينج، او ميتا كلورو بيروكسي بنزويك اسيد، او هذا. فيعني هي وحده من هذه الايبوكسيدايزنج اير ايجنت هي اللي تستخدم بتفاعل الايبوكسيديشن. اوكي، يعني اما هذا او هذا او هذا، فيتفاعل ويا اي واحد من المركبات الالكين ينطيني بيروكسايد، عفوا الايبوكسايد، وينطيني الاسيد اللي نفسه. اكزامبل سايكلوهكسين افاعل ويا ام سي بي بي اي بوجود طبعا الانرت سولفنت راح ينطيني ايبوكسايد، اللي هو طبعا هذا منو الام سي بي اي اي
هذا مختصر لي، مختصر لي ميتا كلورو بيروكسي بنزويك اسيد. اوكي هذا هو مختصر، ها يعني هذا المركب يتفاعل ويا، يتفاعل ويا سايكلوهكسين راح ينطيني هذا المركب. يعني انا ما راح اجيب لكم اشياء خارجيه، فقط انه تفهمون التفاعل وتحفظون الامثله اللي موجوده بالمحاضره. الكيميكال كونديشن هو انرت سولفنت اللي هو CH2Cl2 دايكلوروميثين، وعندي بدرجة حرارة الغرفة اللي هو 25 سلسيوس. أو تفاعل آخر اللي هو سايكلوهبتين، الحلقة السباعية سايكلوهبتين يتفاعل ويا أيضا نفس الإيبوكسيدايزنج ايجنت اللي هو ميتا كلورو بنزويك، ميتا كلورو بيروكسي بنزويك أسيد، ف راح يتفاعل أيضا بنفس الظروف التفاعل وينطيني 1-2 إيبوكسي سايكلوهبتان. طبعا هو التفاعل هذا راح يتحول من ألكين إلى ساتشوريتد كومباوند، يعني تحول إلى ألكان لكن بصيغة الإيبوكسي. فالإيبوكسي هو إنه الأكسجين تكون بهالشكل هذا، يعني مثل الحلقة مغلقة. فقلنا ميزة هاي المركبات إنه تكون تستخدم كمواد لاصقة. نجي إلى الهايدروكسيليشن أوف ألكين. هايدروكسيليشن converting an alkene to a glycol require adding a hydroxyl group to each end of the double bond. Hydroxylation reagents اللي هي عندي طبعا اثنين، مثل ما عندي epoxidizing reagent وعرفنا انه ثلاث انواع، هنا أنا عندي الهايدروكسيليشن reagent هي أوسميوم تيتروكسايد أو بوتاسيوم برمنجنات. يعني إحنا بالعامية نسميها برمنجنات البوتاسيوم، هذا عامل مؤكسد قوي. زين هاي كلها إحنا في إطار موضوع الأكسيديشن. أوكي فالأكسيديشن تتم أما ب قلنا إيبوكسيدايزنج ريجنت أو هسه الهيدروكسيليشن اللي هي أيضا عنده عوامل اللي هي اما اوسميوم تيتروكسايد اللي هو OSO4 هذا العامل، او بوتاسيوم برمنجنات اللي هو برمنجنات البوتاسيوم المعروفه. هذا النوع من التفاعل اللي هو من اسمه هايدروكسيليشن، يعني انا ايش دا اضيف مجموعه هايدروكسيل جروب على المركب. اوكي ف الكين، ميزه الالكين يتفاعل ويا قلنا اما أوسميوم تيتروكسايد اللي هو OSO4 أو بيروكسيد العفو برمنجنات البوتاسيوم اللي هو بوتاسيوم برمنجنات، بوجود البيروكسايد راح ينطيني، لاحظوا المركب ايش ينطيني؟ ينطيني مركب يشبه الكحول لكن هو مو كحول. الكحولات هي بها just one hydroxyl group. اوكي وياي طلاب تسمعوني، فرق هذا المركب عن الكحول، الكحول بيه فقط وحدة هيدروكسيل جروب، لكن إذا المركب بيه اثنين هيدروكسيل جروب هذا نسميه جلايكول. وإن شاء الله بالثالث راح تاخذون بالبايوكيمستري مركبات الجليسيرول. الجليسيرول هي عبارة عن مركبات تمتلك ثلاث مجاميع هيدروكسيل، يعني بعد وحدة هيدروكسيل هنا هاي نسميه جليسيرول. فإذن عندي كحول OH وحده، جليسيرول 2OH، وجلايكول 3OH، هذا حتى نفرق بيناته. لكن بالنسبه لهذا التفاعل باستخدام الاوسميوم تيتروكسايد راح ينطيني مركبات الجلايكول او داي اول بعض المصطلحات يسموها. فنح ناخذ عليه مثال الاثين، هذا مركب او الاثيلين بتفاعله مع برمنجنات البوتاسيوم. طبعا هنا اكون دقيقه بقراءتي لهيك تفاعلات، البرمنجنات البوتاسيوم هسه راح نجي ناخذها عندها غير تفاعل، لكن هنا اذا كان في وسط مائي اللي هو اكوياس ميديا، قلنا الاي كيو هي عباره عن شنو؟ عن اكوياس ميديا، بوجود الكحول
وطبعا أبرد التفاعل cold يعني ما أسخنه، راح ينطيني 1 2 ethyl diol. تمام طلاب، إذا هذا التفاعل بوجود برمنجنات البوتاسيوم بالأكوياس ميديا راح يعطيني 1 2 ايثايل دايول، هذا تسميته حسب نظام الأيوباك، بالإضافة إلى الـ MnO2 ثاني أكسيد المنغنيز. أيضا مثال آخر اللي هو البروبين، أفاعله ويا Kmno4 بوجود الأكوياس والكحول وتبريد راح ينطيني 1 2 بروبان دايول 1 2. طبعا هنا شلون التسمية؟ يعني نفس تسمية النظام الأيوباك، انه انا ابدي ارقم من الطرف القريب من الفانكشنال جروب، الفانكشنال جروب هي الهيدروكسيل، فاذا انا انطي هذه 1 2 3، فشو يصير؟ 1 2 بروبان دايول او 1 2 داي هيدروكسي بروبان. فاذا احنا يعني دايول يعني هاي معناتها انه عندي مجموعتين هيدروكسيل، also known as a pyr test. طبعا هذا يسموه pyr test، يعني هذا التيست يستخدم بالكشف عن الالكين، خلوا في بالكم. يعني مثلا لو عندي مركبين واحد من عندهم الكان وواحد من عندهم الكين، فشلون اعرف؟ ما اعرف انه مثلا ما مكتوب ليبل على هذا التيست تيوب انه هذا الكان وهذا الكين، لكن اجاني واحد يقول لي اختبري لي اياه، شلون تعرفين هذا الكين وهذا الكان؟ فبما انه انا بالمختبر اذا لازم عندي كي من او 4 برمجنات البوتاسيوم، اخليها في وسط مائي، اخلي لها كحول وابرد التفاعل، راح اشوف اذا طلع عندي هذا الناتج وترسب الام ان او 2 كراسب ابيض، فهذا معناته انه عندي الكين. اذا ما صار عندي اي تغيير معناته هذا الكان، لان يعني الالكان ما يتفاعل ويا برمجنات البوتاسيوم، ما عنده. هو من اللي يخليه يتفاعل؟ هو الدبل بوند. اوكي زين، اذا هذا باير تيست. من اقول لكم مثلا اكشفوا لي عن الالكين بباير تيست معناه شنو؟ معناه تسوي لي هذا التفاعل. نجي هسه الى موضوع اخر اللي هو اوزون لايسز اوف الكين، التحلل بالاوزون. هذا تفاعل ايضا جدا ممتع وحلو، وأيضا يعتبر من طرق الكشف عن الألكين، وهسه راح نيجي نعرف ليش. أوزون لايسز ذا رياكشن اوف الكين وذ أوزون، الأوزون هو صيغته O3 مو O2، O2 هذا أكسجين لكن O3 هو الأوزون، to form an ozonide formed by hydrolysis of ozonide to produce aldehyde and or ketone. إذن هذا التفاعل ينتج عنه ألديهايد أو كيتون، إذن بنفس الوقت هذا يعتبر طرق من تحضير الألديهايدات والكيتونات باستخدام الألكين والأوزون. طبعاً widely used to determine the position of the carbon-carbon double bond، هذا التفاعل يستخدموه عادةً حتى يستدلون به على شنو؟ على موقع الدبل بوند، وين موجودة بالمركب، هل إنه هي موقع رقم 1 أو موقع رقم 2 أو 3، يعرفون من خلال هذا التفاعل ونواتجه إنه أنا وين عندي الدبل بوند. ليش؟ لأنه هسه نجي نعرفه من النواتج اللي تطلع لي، أقدر أعرف إنه الدبل بوند وين صايرة. أوكي؟ الأوزونولايسيس is milder and both ketone and aldehyde can be recovered without further oxidation. إذن يعني الألديهيدات والكيتونات نقدر إن نستعيدها أو نعالجها without further oxidation، بدون يعني حصول عملية الأكسيديشن. فنجي هنا بالنسبة لي عندي الكين، هذا الالكين أفاعله ويا قلنا الأوزون اللي هو الأوثري، راح ينطيني أوزونايد. أوزونايد هو as a intermediate compound يعني مركب وسطي، يعني هذه نقطة فاصلة، خلينا نقول لازم يتكون هذا المركب، بعدين يلا يتحول بوجود كاتاليست عوامل مساعدة ينطيني الفاينل برودكت الناتج الأخير. إذن هذا الأوزونايد
هو ميزة التفاعل لازم يتكون. لاحظوا شلون يتكون الأوزونايد، هو أوزون O3 يعني عندي 3 أكسجين، فراح تنضاف وين؟ على الدبل بوند. فشو تسوي؟ كأنما تسوي لي حلقة مغلقة حتى شنو؟ تضمن كل كربون بها يعني رباعية التكافؤ 4 ارتباطات، وكل أكسجين هو ثنائي التكافؤ. إذا هذا المركب كامل من مجاميعه على قولة القايل، أوكي؟ يعني كامل بدون أي نقص، لكن شنو؟ طاقته يعني تكون عالية، فلذلك يكون unstable. فمجرد ما أضيف له CH3 2S ووجود الووتر H2O والزنك، يعني أما هذا المركب أو H2O بوجود الزنك في وسط حامضي، قلنا لأنه ال H plus يعني معناته وسط حامضي، فراح تنكسر هذا مركب الأوزونايد، ينطيني كيتون وينطيني ألديهايد. ليش؟ لو أرجع هسه على هذا المركب، لاحظوا طلاب، راح أفعل القلم حتى أسهل لكم فهم الموضوع. لو ينكسر هذا المركب، خلينا نتخيله هالشكل، يعني بوجود الأوزون، هذا الأوزون هو اللي راح يكسر لي المركب، أول شيء يحوله إلى أوزونايد بعدين ينكسر. من ينكسر هسه هذا، كأنما دا أضيف أني أكسجين، لاحظوا خلينا نرسمها هيك لي فوق لأن ما عندي مجال، ينكسر بهالشكل هذا وينكسر بهالشكل هذا، هذا أو وهذا أو، قف ما واضحة الأو زين، هاي أكسجين وهذا أيضا أكسجين لكن دبل بوند. هذا المركب، هذا الجزء شو نسميه بالكيمستري؟ ماخذي قبل لو لا؟ عفية، ألديهايد. ليش شلون عرفت ألديهايد؟ لأن الألديهايد، نعم عافية ممتاز، بالإضافة إلى الآر، إذا هذا هو ألديهايد. ليش ألديهايد؟ لأن ايش عندي هنا؟ عندي H وعندي كربونيل وعندي R، إذا هذا ألديهايد. زين نجي هسه على الجزء هذا، هذا شنو هو؟ عافية، شو اسمك؟ عبد الملك. عبد الملك البارحة جاوبتني واليوم جاوبتني، عافية عليك عبد الملك، ذكرني أنطيك بونص. أريد تتفاعلون بقية الطلاب، مو بس قاعدين مستمعين، أريد مشاركتكم بالمحاضرة، ترى هاي المشاركة عليها درجة، يعني هسه عبد الملك عمران راح أنطيه درجة لأن جاوبني البارحة وجاوبني اليوم، البقية أريد أسمع أصواتكم، أريد أتعرف عليكم. زين إذا أنا من خلال الأوزون اللي موجود هنا يتكون عندي أوزونايد، هذا لازم نعرف شلون نرسمه، لكن أنا أتخيل من خلال الستارتنج ماتيريال، من خلال المتفاعل اللي عندي هنا أقدر أعرف شنو، أتوقع شنو راح يطلع لي، ألديهايد لو كيتون. تمام؟ زين هسه نيجي ناخذ أمثلة أخرى. طبعا هذا تفاعل الأوزونايد أو تفاعل التحلل بالأوزون جدا مهم، فأريدكم يعني مو بس تحفظوا وتفهموا، لأنه أنا ما راح أجيب المركب نفسه، قد احتمال أغير بس تركتشر، فأنت لازم تعرف شنو الناتج اللي راح يطلع لك من المتفاعل. ففور إكزامبل هنا هسه أنا عندي هذا 3 نونين، لاحظوا هذا المركب نونين اللي هو من النونان. طبعا احنا من نجي نتسلسل بالمركبات الاورجانيك، هو ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، هكسان، هبتان، اوكتان، نونان، ديكان، احنا حافظين لحد الديكان. تمام، فالنونان هو شنو؟ عبارة عن مركب يتكون من 9 ذرات كربون، يعني هسه لو نجي نحسبها، واحد باعوا اتبعوا البوينتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني كل زاوية هي عبارة عن ذرة كربون، إذن هو 3 نونين لأن هو الكين. وموقع الأصر المزدوج وين؟ طبعا راح أبدأ أرقم من هذا الطرف اليمنى لو اليسرى، يلا اليسرى. ليش؟ لأنه أقرب لمن؟ أقرب للأصر المزدوجة. تمام تمام، إذا أنا أبدي أرقم منها، فش راح أنطي 1 2 3، إذا هي الأصر المزدوجة تابعة إلى رقم 3. زين
هسه راح قبل لا اسوي، اذا اريد مثلا تفاصيل التفاعل، راح يتكون عندي الاوزونايد مثل ما قبل شويه بهذا السلايد، انه اوزونايد راح يتكون بهالشكل هذا، ترتب لي فقط الاكسجين. لكن احنا بحكم خبرتنا واحنا شطار وقارين، فنعرف اني من خلال اباوع على المركب اعرف لازم ايش راح يطلع لي. شوف هنا ايش راح يطلع، شو نوع التفاعل، هل هو الديهايد، هل هو كيتون، هل هو اثنين الديهايد او احتمال اثنين كيتون. ليش اثنين الديهايد هسه؟ لان هو ادري قدامكم الناتج، بس انا اريد واحد يقنعني يجوز انا كاتبته غلط. يعني هسه انا لو اكسر الهاي من هنا، لو اكسرها، لاحظوا انا حاطه خط احمر هنا، كسرت هذا المركب بهالشكل هذا. هنا أنا عندي كربون، نرسمها كامل كربون، تمام، وعندي راح يصير كربونيل عليه، وهنا أنا شو يكمل اتش، تمام. يعني بعبارة أخرى، لو كان عندي هنا، عندي هنا ار، يعني خط اخر او مجموعه معوضه، هنا شو اتوقع شو يطلع لي؟ عافيه، كيتون. يعني مكان الاتش كيتون. فاذا هنا بهاي الحاله، خلينا نمسح لان صارت هوسه، بهاي هذا المركب لا، يعني راح يطلع لي ماكو غير احتمال انه يطلع لي شنو؟ يطلع لي الالديهايد. فبما انه راح ينكسر الى جزئين، فاذا راح يطلع لي جزيئتين من الالديهايد، اللي هي هذا الجزء، هذا الجزء اللي راح يمثل لي منه هذا الطرف، والجزء الاكبر اللي طلع لي من الالديهايد هو راح يمثل لي هذا الجزء، تمام. يعني تفاعل الاوزونايد كل السهل انه اشتغل على الاثره المزدوجه، اكسرها واضيف الاكسجين. لكن ارجع واكد انه اضافتي للاكسجين من خلال المركب هي اللي راح يحدد لي انه راح يطلع لي الديهايد او يطلع لي كيتون. بالنسبه لهذا المركب الاخر، لاحظوا ايضا نفس الفكره، يعني ليش تشوفوه كبير ومعقد، وانما نطبق عليه نفس الكلام. تنكسر بسبب وجود الاوزون، ينكسر الى شطرين الهاي الدبل بوند، وينضاف الاكسجين. هنا انا بالحاله بما انه عندي هذا المركب هو كونكتد، متصل، يعني حلقتين منها متصلة، فإذا ما راح ينفصل يعني كليا، وإنما فقط تنفتح هاي الآثرة المزدوجة وينضاف على كل طرف لآثرة مزدوجة أكسجين، فيصير عندي كربونيل. أوكي، هذه حالة خاصة يعني من هيك مركبات، مفهومة؟ أحد عنده سؤال لحد هنا؟ عليكم السلام. بس المركبة قبل اي يعني الاو المتبقيه هذه وين صارت؟ هسه ارجع للسلايد اللي قبله، يكون لي اوزونايد، صار عندي ثلاثه اكسجين، لكن بالنتيجه من افاعله ويا هذا التفاعل، هذا الاكسجين الثالث راح يروح ويا الووتر، يكون لي ووتر، لان عندي وسط حامضي وعندي ووتر وعندي، فيتكون يطلع ايضا يعني ناتج عرضي هو ووتر، هو مي. لكن اللي يبقى من الاوزون فقط اكسجينات اثنين، تكون لي يا اما الديهايد او تكون لي كيتون. اوكي، يعني احنا مندوخ بالاكسجين الثالثه وين راحت، لا تروح بال ويا الكاتاليست ويا السولفنت، تكون لي ووتر ويطلع. اوكي زين، نجي الى رياكشن اوف ذا الكين وذ هوت اسيدفايد كيمن او 4. قبل شوي انا قلت لكم نركز على كيمن او 4 اذا كان بالاكويوس سوليوشن، يتكون لي شنو؟ ال طبعا جلايكول، قبل شويه طلع عندي جلايكول. ايضا اي الكين كيمن او 4 بوسط حامضي وتسخين راح يطلع لي جلايكول، لكن هذا الجلايكول طبعا كانترميديت كوسطي، يعني مو من نفسه. لو كان عندي انا كيمن او 4 ويا اكويوس سوليوشن فقط لهنا ويوقف التفاعل، فقط يتكون عندي جلايكول، وعرفنا الجلايكول هو عبارة عن مركب بمجموعتين هيدروكسيل. لكن هنا بما انه عندي
وسط حامضي وتسخين، يعني معناته عندي كي من اوفور محمض في وسط حامضي وتسخين. يعني ده اسوي كأنما ده يشتغل عامل مؤكسد جدا قوي. فإذا هذا التفاعل من أشوف هيك شي على السهم، معناته عندي الناتج راح يستمر يتأكسد، أيضا عندي الجلايكول ويطلع لي كيتون أو ألديهايد حسب أيضا الناتج اللي عندي، لأنه مثل هنا شلون كأنما يشتغل بالأوزون. لاحظوا كأنما الأوزون يكسر التفاعل من الدبل بوند. فحسب الجروبات اللي عندي، عندي هنا أنا هذا شنو أتوقع يصير؟ لأن هي أيضا عبارة عن عملية أوكسيديشن، أكسدة. فش أتوقع يصير؟ يصير لي ألديهايد، تمام؟ وهذا بالنسبة لهذا الجروب راح يتكون عندي كيتون. فإذا النتيجة هي ألديهايد وكيتون. بعض التفاعل يقول لي اكسس اوف كي من او 4، يعني دا اضيف زياده من الكي من او 4 في وسط حامضي في تسخين. احنا عندنا ان شاء الله ناخذها بالالدهايدات والكيتونات، يعني تاخذوها يمكن بالثاني، انه الالدهايد يتاكسد ينطيني شنو؟ اذا احد قاريها مر عليه ينطيني كارب، ينطيني كاربوكسيليك اسيد. عافيه عبد الملك، مو يعني بس عبد الملك قاري اورجانيك. اي يعني بس انت قاري السادس، زين البقيه 400 وكسر طالب، اريد احد يجاوبني، اريد احد يتفاعل وياي مثل عبد الملك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عيني أول مرة تتعرفون على العضوية. لعد نصيحتي إلكم ترجع تقرأ كتاب صف سادس، لأن هذا بيسك، بالإضافة إلى أنه ترجع تقرأ العضوية هنا أنا بالأول. زين نصيحتي إلكم اللي يريد يقوي نفسه يقرأ الكتاب صف سادس الأورجانيك شنو موجود بيه، وبعدين يكمل بالعضوية بالمحاضرات هذه، لأن راح تظل ضعيف، راح تجر وياك ضعوف إلى الخامس. زين اذا اني عندي، احنا دائما مثل النشيد كنه نقول انه الكحول الاولي يتاكسد بالكي من او 4 في وسط حامضي الى الديهايد، والالديهايد يتاكسد يستمر التفاعل يتاكسد ينطيني حامض كاربوكسيلي. لكن الكحول الثانوي، زين الكحول الثانوي راح يتأكسد إلى كيتون، هذا الكيتون لحد الكيتون ويوقف، ما بي مجال يتأكسد. يعني هنا بعبارة أخرى، هسه أنا عندي هذا الجلايكول اللي قلنا عبارة عن الكين كي من أو فور، فعندي على أشتغل على هاي المجموعتين فيطلع لي ألديهايد يطلع لي كيتون. إذا أنا ضايفة كمية كبيرة من هذا الكاتاليست الكي من او 4 او الاوكسيدايزنج ايجنت العامل المؤكسد القوي، ودا اسخن ودا استمر بالتفاعل، فش اتوقع؟ اتوقع انه الالديهايد هذا، مو اتوقع وانما هو هذا اللي دا يصير، الالديهايد هذا راح يستمر يتاكسد ينطيني شنو؟ ينطيني حامض كاربوكسيلي اسيد، اوكي. لكن الكيتون باقي على حاله، يبقى كيتون ما يتاكسد، كيتون ويوقف. فالناتج بالنتيجة عندي يطلع عندي ألديهايد، يطلع عندي العفو، بالنتيجة بالنهائي يطلع عندي كيتون ويطلع لي كاربوكسيليك أسيد، أوكي. فإذا أجيب بالامتحان أكسس، أكسس يعني زيادة أوف كي من أو فور إن أسيدك ميديا وسط حامضي وتسخين، معناته تستمر لي بالتفاعل إلى أن تطلع لي الأسيد، وحسب هنا يطلع الكيتون، اوكي. لكن لو كان، راح اسال سؤال انتبهوا وياي، لو كان عندي هنا اتش بدل الار شو يصير؟ يلا غير عبد الملك، ما اريد عبد الملك طفي المايك، اريد غيرك. نفس الامر هيطلع الديهايد،
هم يطلع ألديهايد ويتأكسد إلى الكربوكسيليك أسيد. شو اسمك؟ عثمان، عافية عليك عثمان. زين زين، إذا هنا أنا أشغل مخي، هاي مثل الرياضيات قلت لكم شلون المسائل الرياضية. زين هسه بالنسبة لهذا المثال، يلا أريد غير عبد الملك وعثمان يشرح لي، لأن احتمال أني هنا أنا هم كاتبته غلط. أكو غلط بالتفاعل. يلا نعم. هذا المركب هو أوكتان فيه 8 ذرات كربون، زين بالذرة الكربون الرابعة مرتبطة المثيل، البوند مال الألكين صار بين الرابعة والخامسة، زين من وجود كيم ان او 4 بسيط حامض مع التسخين تعكس الحالة الآثرة، عافية. بما انه حيصير عندي جزئين، الجزء اليسار بما انه بمثيل وهذا يعني 100 100 يسار لو اليمين بالنسبة للقارئ، بالنسبة لي للشاشة، يسار لو يمين؟ يسار بالنسبة لي اليسار، يسار. تمام. اليسار هذا 100 100 يصير اوكتان، يصير لانه بسبب وجود مو اوكتان. الكربون شو يصير؟ شو يصير؟ مو كيتون اوكتان، كيتون. عافية، كيتون. ليش؟ لأن عندي بسبب هنا، وجود المثيل. لأن عندي هنا مجموعة ار، فمن اخلي هذه كربونيل ومن هنا ار، اذا الكربونيل انحصرت باثنين كربون فصار عندي كيتون. زين هسه هذا اول واحد صحيح، صار عندي هذا الكيتون. زين هسه الجزء اليمين شو يصير؟ الجزء اليمين ما بي مجموعة R، نعم الهيدروجين عافية. بيصير هي المجموعة المعوضة، نعم هذا حيصير ألديهايد، هذا راح يصير هذا الدهايد. نعم بوجود excess of KMnO4 وأيضا بوجود الوسط الحامض مع التسخين حيتحول يتأكسد يصير أسيد. عافية عليك. شو اسمك؟ منار فينار. منار. منار وعثمان وعبد الملك، اتذكروني قبل امتحان الميد، يعني قبل لا ننزل السعي، مو قبل امتحان الميد، قبل لا ينزل السعي، هذه لكم درجة بونص لأنه شاركتوا بالمحاضرة، والبقية اللي يريد درجة يشارك بالمحاضرة ويكنك وياي. تمام؟ سمعتوني عبد الملك وعثمان ومنار. زين هسه بوليمرايزيشن اوف الكين، نجي الى موضوع البوليمر. البوليمر طبعا هذا خاص بالالكين، وهذا ايضا عدة استخدامات اليه وشائع، واكيد يعني همين يجوز مقارين عنه، لان هذا الموضوع ايضا موجود بالسادس المفروض. A large molecule composed of many smaller repeating units, the monomer, bonded together. شنو معناها؟ يعني هي عبارة عن جزيئة جدا كبيرة، المولكيولر ويت، الوزن الجزيئي مالتها كبير. ليش؟ لأنه ايش عندها؟ عندها repeating unit، يعني اكو unit او جزء من هاي المجموعة، من هذا يعني المولكيولز، من هاي الجزيئة ده تنعاد، repeating units. شو نسميه هذا اليونت؟ نسميه مونيمر. شوفوا يعني هي الوحدة البنائية للبوليمر هو مونيمر، الجزيئة الكبيرة اللي بيها repeating unit نسميه بوليمر. bonded together طبعا تتشكل وحدة بالأخ، شلون المكعبات، شلون السلسلة chain بالضبط. يعني هسه احنا القلادة هي عبارة عن حلقات، هاي الحلقات هي خلينا نعتبرها repeating unit اللي هي المونيمر، والقلادة كلها هي نعتبرها البوليمر هالشكل حتى أقرب لكم الصورة. الألكين serves as monomer for some of the most common polymers such as، طبعا البوليمرات عندي هواية أنواع، منها البولي أثيلين، بولي إيثين. بولي أثيلين هو نفسه بولي إيثين، لكن يعني مرات بالكومون نيم احنا نستخدمه، بولي بروبلين، بولي ستايرين اللي تستخدم بالملابس، نقول مثلا هذا مصنوع من الستايرين، بولي فينايل كلورايد اند اكسترا الى اخره. اندرجو اديشن بوليمرايزيشن تشين جروث بوليمر، ايضا هذه بما انه هو يعني مشتقه من الالكين، اذا هي تحتوي على دبل بوند، اذا
تدخل تفاعلات الالكين. يعني شنو الالكين؟ دخلنا تفاعل اديشن، اذا هاي البوليمرات ايضا تدخل تفاعلات الاديشن. A polymer that results from the rapid addition of one molecule at a time to a growing polymer chain, usually with a reactive intermediate, cation, radical, or anion at the growing end of the chain. طبعا هنا شلون تكبر عندي هاي السلاسل وشلون يصنعوها؟ يصنعوها انه اما احوله الى كاتيون، هاي الاند مالت السلسله. طبعا انا ما راح ادخل بتفاصيلها، لكن فقط اعطيكم تطبيقاتها لانه هي يعني من ضمن موضوع الالكين. او نحوله الى فري راديكال، وفري راديكال هاي تفاعلاتها تكون يعني جدا سريعه، انه يصير بروبوجيشن، تنمو هاي السلسله، انه فري راديكال يضرب فري راديكال وتشكل السلاسل هذه. او احوله الى انيون، فاذا هي the growing end of the chain تكون تم باحدى هاي الطرق. مثال عليه، لاحظوا انا راح انطي بهذا السلايد، شوفوا شلون يتكون عندي البوليمر. البوليمر هو عباره عن مثلا هنا فينايل كلورايد، هذه هي، هذه شو اعتبرها؟ هاي اعتبرها مونيمر، هاي الوحده البنائيه. وانا قلت انه بالبوليمر هي ريبيتنج، يعني هي دا تتعاد تتكرر عندي بالسلسله. فلاحظوا التفاعل ايش راح يصير؟ يصير مثل الكتروفايلك اديشن او الكتروفايلك اتاك، فتصير عندي كونكشن، ترتبط هاي الجزيئه بهاي الجزيئه، ترتبط هاي الجزيئه بهاي الجزيئه، ترتبط هاي الجزيئه، وهكذا الى ان يصير عندي، لاحظوا هذا البوليمر. طبعا انا هنا خليته مفتوح، وبعض المصادر شوفوا يخلوا قوس، يخلون قوس وان، ان هاي معناه شنو؟ معناه ما لا نهاية من الجزيئات، يعني قد يوصل إلى 100 جزيئة، قد يوصل إلى 1000 جزيئة، قد يوصل إلى 50، وهكذا حسب نوع البوليمر اللي عندي أريد أحضره. إذا هذا هو مفهوم البوليمر. أوكي، أحد عنده سؤال؟ زين، نمشي شوية أسرع. unsaturated، طلاب تسمعوني؟ زين، نجي إلى unsaturation test for alkene. هنا أنا reaction of alkene with KMnO4 قلنا، بس أنا ملخص مفيد كأنه ما دا أعيد الموضوع اللي شرحته، إنه KMnO4 أستخدمه كoxidizing agent للألكين. طبعا حسب اللي رح يتفاعل أو حسب ظروف التفاعل اللي موجودة ويا KMnO4 ويا برمنجنات البوتاسيوم، إنه إذا كان بأكويس solution شنو ينطيني؟ ينطيني glycol ويوقف. وقلنا سمينا انه هذا باير تيست، تمام؟ قلنا يستخدم بالكشف عن الالكين، هذا نسميه مايلد اوكسيديشن، يعني عامل مؤكسد لكن متوسط، خلينا نقول. لكن KMnO4 قلنا بوجود الحامض وتسخين في وسط حامضي، هذا راح مو فقط انه يسوي لي الجلايكول، لا، وانما يستمر. هذا ما سميه باير تيست، لاحظوا الفرق، هذا ما راح اسميه باير تيست، وانما يستمر. لكن يوزنج هوت اسيديفايد KMnO4 راح ينطيني الديهايد او كيتون او حسب اللي الجزيء اللي تتفاعل. رياكشن اوف الكين وذ كولد ديلوتد الكان الكالين KMnO4 باير تيست، ايضا هذا راح ينعاد نفس الموضوع. طبعا شلون استدل على التفاعل؟ ذا بيربل كلر اوف KMnO4 سوليوشن ديسابير. طبعا انا المعروف عن البرمنجنات البوتاسيوم لونها ارجواني، فمجرد ما يتفاعل ويا الالكين راح يتحول الى كلاود براون كلر ابير، ويختفي اللون الارجواني. فهذا دلال على، طبعا يصير عندي بريسبيتيشن اوف مانجانيز الرباعي اوكسايد اللي هو MnO4 MnO2، فهو اللي يسبب عندي التيربيديتي او يعني هذا الراسب اللي هسه راح اشوف لكم اياه بالتيست تيوب. تيست فور كاربون، كاربون دبل بوند اور تربل بوند، هذا اذا هذا يستخدم ايضا في الالكاين. هسه بنجي ناخذ الالكاين نفس الكاشف، انه اكشف عن الدبل بوند او التربل بوند. الدايول از فورم كونتيننج تو هيدروكسيل جروب اون ادجيسنت كاربون اتوم، قلنا اذا في حاله KMnO4 بالمايلد او الاكويس سوليوشن يكون لي عندي الجلايكول.
هذا هو التفاعل. لاحظوا الكين كي من O4 aqueous solution قلنا إلى حد الجلايكول ويتوقف وينطيني راسب اللي هو MnO2. لاحظوا الكي من O4 في حالة الاعتيادية هو purple color، يعني لون ماء البنفسجي، ومجرد ما أضيف للألكين شي تحول. لاحظوا هنا أنا صار عندي التفاعل على هذا التست تيوب، فيصير عندي يختفي اللون البنفسجي ويصير تيربيديتي متعكر، يعني أكو راسب، فهذا دلالة على أنه التفاعل صار. هذا في حالة الأكويس سوليوشن. أيضا عندي كشف آخر اللي هو استخدام البرومين، A solution of bromine and inner solvent اللي هو dichloromethane or tetrachloromethane. The solution is decolorized when added to alkene or organic compound containing double bond. إذا البرومين وحده هو يعني تقريبا yellow color إلى الأورنج، فمجرد ما أضيف له الكين راح أيضا شي يصير، الكين عندي double bond وعندي برومين، فيصير addition reaction، يعني تيجي بروم هنا وبروم هنا، تمام؟ أو بروم هنا العفو و OH، إذا تذكرون المحاضرة السابقة، فيصير لي عندي colorless، فهذا دلالة على أنه التفاعل صار. هذا وحدة أيضا من الكشوفات اللي أكشف فيها على الدبل بوند. طبعا يعني إحنا قلنا أنه الكين بوجود البرومين an inert solvent راح يتحول الى BRBR تنضاف على الدبل بوند، او اذا BR in aqueous solution راح ينطيني OHBR، يعني ما ينضاف BRBR، يعني هذا لاحظوا الفرق، قلنا بالinert solvent ينطيني نضيف BR اثنينها على الدبل بوند، لكن البR بوجود الووتر ينضاف فقط BR وحده OH، زائدا قلنا يعني راح يطلع لي HBR، لكن هنا هذا قلنا البرودكت يكون ماينر برودكت وهذا هو الميجر برودكت، نسبته اكبر. Determine of the position of the double bond، هنا الاوزونولايسيس اوف الكين، قلنا ايضا هذا يعتبر من الكشوفات عن الالكين، ليش؟ لان يشتغل على الدبل بوند فينطيني الديهايد او كيتون وحسب المركبات اللي تتفاعل. Remove the oxygen atom from the carbonyl compound and joining the carbon atom with a double bond. بالنسبة للتفاعلات الأوزونايد، إنه إذا لو أحذف هاي الأكسجين بتفاعل طبعاً، فرح يرجع يصير connection، فيرجع لي إلى المركب الأصلي نفسه. هذا مجرد ما يعني أزيل الأكسجين من التفاعل، تمام؟ زين، يعني هذه ده أعيد اللي شرحته قبل شوية. بالنسبة للreaction of alkene with hot acidified KMnO4، هسه قبل شوية شرحناه، قلنا الكي من O4 في وسط حامضي وتسخين أيضا راح يشتغل نفس شغل الأوزونايد، يشتغل على الدبل بوند يكسر لي إياها فيحول إلى ألديهايد أو كيتون. أو بالنسبة لهذا المركب لاحظوا بما أنه انكسر منه فصار عندي CH2، هاي CH2 يعني ما ممكن لأنه راح تصير تبقى بهذا الحال، لأنه هي عندها نقص بالهيدروجينات والكربون تكافؤ رباعي، فيحتاج إلى إنه يكمل نفسه، فشي يصير عندي هذا راح يتحول إلى كيتون لأن عندي CH3 بCH3 وهاي تتحول إلى كربوني، لكن هاي CH2 شو يصير؟ يصير CO2 زائدا H2O، يعني فقط هذا إذا كان عندك طرفي الآثرة المزدوجة طرفية يتحول إلى CO2 يتحول إلى water. مفهومة طلاب؟ وياي؟ زين، هذه أمثلة أخرى عن الكيمن O4 في وسط حامضي، ده يقول لك cleavage of the double bond give a mixture of carboxylic acid. cleavage يعني شنو؟ يعني أنه تشطرها تقسمها هاي المركبات إلى قسمين. فبالنسبة لهذا المركب شو أتوقع شو يصير؟ راح يصير عندي 2-aldehyde، تمام؟ ليش؟ لأن عندي H ب H فيصير عندي 2-aldehyde، وقلنا هذا التفاعل بما أنه عندي aldehyde فراح تستمر عملية الأكسدة إلى النهاية إلى أن يطلع عندي 2-carboxylic acid مثل ما صار عندي بهذا التفاعل. Okay. Location of the double bond is done by the taking away the oxygen atom from the carboxylic acid and then join the carbon atom by the double bond. أيضا أمثلة على
يعني حسب الار اللي عندي هنا. لاحظوا بس ملاحظة واحدة، انه هاي عندي ار وهنا ار برايم، يعني هاي عليها شخطة نسميها ار برايم. هذه معناها شنو؟ معناها هاي الار تختلف عن هاي الار. لو كانت مش شابهات فاشيل هاي الشخطة البرايم، ما اخليها، فراح تطلع عندي جزيئتين مش شابهة. لكن بما انه ار برايم، يعني هاي معناته انه عندي جزيئتين مختلفات. يوزنج اوف ذا الكين، الكين العفو. طبعا هنا الالكين نستخدم عدة استخدامات، اما احضر من عنده بوليمر، او احضر من عنده ايبوكسايد، او احضر من عنده كحول، احضر من عنده هاليد الكيل، احضر من عنده جلايكول الى اخره. هاي كل اللي قريناه بهذا الشابتر هو ملخص بهذا السلايد. البولي اثنين شلون استخدمه؟ نستخدمه عادة طبعا باستخداماتنا اليومية، اللي هو the most popular plastic uses. يعني اني البوليمر هو عبارة عن بلاستيك. بعض مثلا المنتجات يرمزوا له بي اي، البي اي هو مختصر لبولي اثيلين او بولي ايثين، معناته هذا جاي من الالكين محضر. اللي مثال عليها جروسري باجز، اللي هي البلاستيك باجز اللي نستخدمها احنا بالمسواق بالخضره، نروح ابو الخضره او على ابو الفواكه او على طبعا احنا للاسف نستخدم البلاستيك باج بصوره مفرطه، وهذه مو صحيه ومو صحيحه. ليش؟ لانه هاي تسبب تلوث بالبيئه. وليش تسبب تلوث؟ لان هذه البلاستيك ما راح تتحلل. يعني هسه العالم كله يتجه الى البيبر باج، البيبر باج المصنوعه من الورق. يعني هسه اذا تسافر برا، تروح مثلا حتى على المطاعم الماكدونالدز وغيره، او حتى على الافران، وينطيك كل الاشياءات ببيبر باج. ليش؟ لانه هي صديقه البيئه، فيسموها ايكو فريندلي، صديقه البيئه. ليش؟ لان هاي البيبر باج هي تتحلل بمرور الزمن وتندثر. لا بل انه حتى مرات من عندها انه تعتبر يعني هي مفيده صديقه البيئه، لانه هي تعتبر يعني سماد مثلا نقول للنباتات او هاي، لان بيبر سيليلوز كله يتحلل. لكن البلاستيك باجز هي تكون ما تتحلل، تبقى ملايين السنين، تبقى الاف السنين، وهاي تسبب تلوث للبيئه. اذا هاي جروسري باجز اللي قلنا على ليق المسواق، الشامبو بوتلز، طالت الشامبو، تشيلدرن توي، لعب الأطفال، البالت بروف فيست، يعني بعض شو يسموها هاي اللي يلبسوها النجادة، أو نسيت اسمها. المهم اللي حتى بالطيارة من يخلوك إياها جو المقعد، هذه سترة النجاة يسموها. الأحزمة مالتها تكون هي بولي أثيلين. الفيلم رابينج اللي أيضا يستخدموه، هذا رابينج البلاستيك اللي نستخدمه إحنا حتى مرات هسه بالمطابخ، اللي هي مثل المثال عليها تشيكن وير، العفو الكيتشن وير، إنه نستخدمه بتغليف الأغذية، وحتى بالمطارات هم يستخدموه بتغليف الغراض والجنط وغيره. قلنا البولي فينايل كلورايد اللي هي عبارة عن بوليمر، وعندي ريبيتينج مونيمر، عرفنا انه شنو. يوزنج اوف بي في سي، هذه هي مثال عليها البي في سي اللي كلكم سامعين بيه، اللي تستخدم عادة بصناعة الكلودينج، او البي في سي فايبر هاز شين تو ات اند ووتر بروف كوتس شوز جاكيت براون اند باجز as the insulation on electric wire. هاي يستخدمون بعوازل يعني الالكتريك وايرز، الوايرات الكهربائية يغلفون بها حتى تكون عازلة. بالإضافة إلى أنه مثلا low maintenance material ceiling tiles اللي هي الأسقف الثانوية، هاي كلها هي مصنوعة من البوليفينايل كلورايد. أيضا بالإضافة إلى as a composite for the production of the accessories or housing for
بورتابل الكترونيك، ايضا اجهزه البورتابل الكترونيك الالكترونيه هي تدخل بصناعتها البوليفينايل كلورايد. اذا هي تقريبا بحياتنا اليوميه كلها. فلهنا اني اتوقف يخلص موضوع الالكين. اذا احد عنده سؤال، عنده استفسار عن اللي درسناه، عن اللي قريناه، يحكي.